هو اللي يبغى يبغاش يتحل مسكين الدري مشى فيها. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ما تنساوش ديروا معكم لايك نزلوا للرسول عليه الصلاه والسلام. نبداو الفيديو. انا في السبيطار بعد ما تخسينا من دور المجموعات. هادو راه حقرا ومراكا ما عرفوا ناس حنا خطا هلا 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 المغاربه اسبوع ورجاله. ونتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي. قائد القوات المسلحة العصفورية. لا عارف الأتمنة بحال ديال هاد العصفور هادي كتبها لينا في الكومنتير. حيت دابا أنا عندي كالوبسي ولكن ما مدريسيش، أنا بغيت شي واحد ديال إما كالوبسي مدريسي يا إما بحال هذا مدريسي. السبير ديالي اللي كيجيب لك عمك في الخارج. إلا جات قادك بالله ها مالا واعرة ها نوض تمشى. اش من طايه صغيره يا عمي شو كيف جاتك؟ اقسم بالله ما تجبر فحال هادي راس كبر فيها هادي هادي راس قالك العامني مج هادي راه فلوكه هادي تسافر بها. البنت ملي كتشوف صاحبتها تخطبات اها كتدخل البروفيل الخطيب ديالها وكتشوفو كيف عامل. الا كان مزيون اها كتقول لا مبروك صافي. اذا كان على قد الحال مزيون كتقول لا الف 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 مبروك الحبيبه ديالي فرحت لك من قلبي من قلبي من قلبي. الله عجبها حال اللعيبه واش كاينه ولا ما كايناش. قال لك اللاعبين اللي خسر ما يحلش الحانوت كيعرف غير البارسا حيت باع ليها تشيبس ديالها. لعب بالبايرن ليكربوزن كيديروا ماتش ديال 3 دقائق باش ما يضيعش الضو. كيبغي برانكي صحابو كيخبي ليه الدفتر ديال الكريديت. انا بعد ما غيبت شر داخل الاداره ومعايا شهاده طبيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك المدير ديال المؤسسه. شكون يبغى سيدي؟ هذا المدير. السلام عليكم. انت المدير؟ ياس. وقف مقاد الهضره معايا الله يخليك. انت كتشدي شي اور دوميسيون؟ معلوم عندي اور دوميسيون حنا كنتفلاو هنا. تفضل. عندك الحلاقه من الكحبه الرواه كيمشيو سيمانه كيجيو عاوتاني سيمانه كيمشيو سيمانه كيجيو عاوتاني سيمانه. انت ناكلهم هما تيبكيو ما عرفتش مالهم. ساكن شو مسكين. والله ما عرفتش مالهم. ماشي غا هو راه حتى الاخرين ها انت شو هذا مسكين كاع عينيه تسدو بحال شي فضائي. هذا مازال صغير كان دلو عند المونغوليان ديال ليبا. هادي عقل تميدار الاخ الصغير. سكر على صافي بالدار. صباح الخير. كيلو سكر كيلو بندوره كيلو بطاطا عصري ورد الصرف. جيب معك خبز خبز على لا تنسى الشاي. جيب معك خبز جيب معك خبز لا تنسى الشاي. جيب لي دخان جيب لي دخان سر يلا. ديما هو محقور فاش كتغبر عليهم شهر. والله حتى ياسين هذا بالرب وفين ياسين؟ انا غايسو فين هاني؟ وفين الخبور هذا صاحبي تخلع تسحب لي ياسين عليك الله صاحبي. وليش تخلعتي يا اخويا لساله؟ وانت راه قلت لك واحد اللعيبه كاع ما غادي تشيقني صاحبي سيمانه ما كناكل ما كنشرب كنقول ياسين سهل عليه الله. ياك اخاي تشابع. والله العظيم بالله اخي ما باغينش لك الخير اخاي. انت باقي وانت؟ باقي انا وانا ارتاح اخويا. الحمد لله والله ارتاح. ارتاحيتي دابا؟ والله الحمد لله بالله. سير الله يسير. ارتاحيت. تشابع عليك.
الله يلا وقف لي قلبي. هذه الهضره الحقيقيه اللي كتكون في قلبهم ولكن في لسانهم كيكون العكس. هاي عاملين ايه؟ انا النهارده رايحه ازور بابي في المقابر. طبعا يا ريت تدعوا له كلكم بالرحمه. كنت بوريكم الاوتفيت اللي هلبسه، اكيد طبعا لازم يكون اسود كده. وده الاوتفيت. الا هنختار بقى الشوز البيضة دي. حلو بصراحة. أنا والشعر مش عارفة، حاسة إحساس غريب أصلا وأنا كنت بصور الفيديو ده. بس المقبرة بالأوتفيت والشعر والدريساج واللبس. دي الواي واي صحيبتي. أيه لا تسمعنا حلمت قاعدة ولا طوط ولا بوطة بحال هاد النوع. كيعجب واحد الدري صاحبي، ما بغيتش نذكر السميه ديالو باش ما يتقلقش. انا الاخ ايوب البارح تنشوف واحد الروبورتاج، لقيت بلا الصين عندهم مليار نسمه وكلشي خدام الخوت، كلشي خدام ميسرالي امورو. حنا عندنا 40 مليون نسمه الخوت، 60% الناس ما لاقينش خدمه. راه حنا بالنسبه للصين الخوت هي جروب في الواتساب، وداك البنان الخوت ديال سيفط ليا السي في ديالك هادي تيقولوا على الناس لشي حد اللي كانوا يعطيو 4000 درهم للفوق. اما 46000 ريال الخوت راه بتقول لي سيفط ليا بطاقه الرميد، سيفط ليا شهاده الضعف. ما عندهاش علاقه بالسي في. باش بيكون كاع بيكتب لك فهاد السي في كاع بيجي تعطيه 46000 ريال، خاصو داك السي في يكتب فيه تفو بوحدها هكا ويحطها لك هكا ويدخل، ولا يكتب حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ويدخل يخدم عندكم. هادي اللي تكون في السي في ليكسبيريونس حسبي الله ونعم الوكيل. 46000 ريال وتا هي تيدوزوا على اونتروتيان. واش تشربوا الماء الباتري ولا الجد؟ بدو تقتلوا عباد الله يا صاحبي. بقى فيا مسكينين هذاك اللي خدام 46000 ريال وخدمته خاصو ضروري يكون لابس تا هو كومبلي كوستيم. الفقر والاناقه، الهيبه تاع الكوستيم تتمشي ويجي واحد انايا مدير قدو قد الخلا ويجلس معايا انا هذا العبد الضعيف ويبدا يهضر معايا على خطط المستقبليه تاع الشركه. هاد الهضره اخويا سير جمع فيها مع ولادك وعائلتك ومراتك هما اللي يورثوا الشركه، هما اللي عندهم الحق انهم يعرفوا الخطط المستقبليه. واش يتصحاب لك انا نبقى عبد عندك تما؟ راه يجي واحد اخويا يعطيني 100 درهم زيد عليك ونبدلك خطط مستقبليه على زين خدمتك. واش تعرف واحد الحاجه؟ راه المغربي مسكين راه هي واسط بين الشريه اللي تيشد والناس اللي تيتسالوه. هو كاين الوسط مسكين، تيمشي للخدمه يجيب الفلوس يعطي الناس اللي تيتسالوه، تيعاود يمشي يتسلف. حيت الا فات رد الفلوس للناس اللي تيتسالوه ما تيبقى عنده حتى شي حاجه خاصك تسلف. انا كنت خدام في واحد الشركه كانوا كيخلصوني 30000 ريال، كنخدم من 8 الصباح حتى 8 العشيه. فاش كتولف صاحبك من ضادر وفاش كيحيدو يبانو عينيه صغار. راجلك فاش كيشوف عائلته كتزاد فيه ضلع. انا عاقل هزي عليا قجاكلك وحيد عليا من هنا. ايوا عب شويه ما جاتك الجعره دابا نفوسخك. عاكون هاني عاكون هاني ارى ليا فلوس تقضيه. ما عنديش ما عندكش ما عنديش. الله تندعيك على النفقه ونوريك انا هي خلق وتي هي الزهيه. بحال النوع ديال الحب واخا تلقاهم بحال هكا ديما مناقرين ولكن ما عمرهم يتفارقوا. تخلاو